اضرب الراس جول 1-0 يضيع عن طريق سعيد والكرة تمشي المساكني يقاتل كمال وخرج له يا دراجر شوت يا بن سليمان ترجع موزيس موزيس يلف ويدور خطير سيمون لاعب موزيس بالراس خطيره ترجع من دفاع الصحيح من الضغط امامه حط ساقيك بعد كره وترجع الكره بصافره القاضي السنغالي ماجاتنداي هو في صابه شلالبه تشكيلة المنتخب التونسي لحراسة المرمى بشير بن سراجر خطير الفريق النيجيري والكرة الأولى خيري بالراس المساكني وقاطر على الكرة ترجع خطيرة والمحاولة مركز رد بالك يا بشير بشير بن سعيد يخيعها وبالراس وخطيرة خطيرة جدا والحارس برافو يا بشير برافو نلطف الله يا الله يا مانع كافون ولد الدار بالراس شد سليمة ويني مراش فيها الكرة ويني مراش فيها وركنية رقم 17 13 دقيقة تقريبا هذه اللي عملنا الهجمة المركزة اللي عملنا الكونتر اتاك هنا ورقة صفراء يا حبيبي أعطيه ورقة صفراء 14 ناتشو ورقة صفراء ورقة صفراء كان فما حاجة أكثر هات يوسف يمسك شوت 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 يمسك لجول واحد بلاش واحد بلاش للنصور قدمناهم قدمناهم واحد بلاش للنصور واحد بلاش لتونس الخضراء الله يشوه واحد بلاش النصور تتقدم هدف عالمي يمسكني انا من سميتك النمس يوسف النمس يضرب كوي واحد مشورات مشورات والكرة ترجع نيجيريا خطيرة وخطيرة برافو حط الكرة خطيرة خطيرة فريد والفريد خطيرة جدا خطيرة جدا خب النيجيري موزس موز خميس عليك حدادي يا ولدي يا حدادي يا حدادي يا حونس في المباريات الكبرى تلقاها قلت لكم رانا قلاعة تطرح ممكن طويلة دراجر بالراس شوت شوت يا حمزة يا حمزة ردها عليه هنا اسمه يلعب واحدة في رباك الشوت انديدي كورة من ديدي انديدي والبرة من ويلفريد انديدي رد بينا يا الأولاد لازم نضحكني ماتش العمر يا مساكني ريبو اهدى يا جزيري قالوا لا الصفرة لا والحمرة سي الحمرة سي الحمرة سي الصفرة باش يقولوا لا هيا هاوك الحداد نعيم شوت نعيم ينيل يا بابا الهدف الثاني يضيع هيا نعيم الدول نعمة اوتو ينقذهم الكورة للكاوو